هل تريزيجيه مباراة زي دي يقدر يلعبها؟ نتكلم عن المنتخب النيجيري، اول مباراة التحامات وقوة بدنية مش طبيعية، والراجل لسه لاعب 10 دقايق 10 دقايق في مباراة رسمية مع استون فيلا. يعني انا بشوف ان كواليتي تريزيجيه لا يقل عن كواليتي صلاح، يعني لعيب بكواليتي عالي جدا. يمكن هو حظه بس ما كانش كويس قوي في مسيرته، ولكن هو لو كان يعني لا بقول لك كده خوفا عليه، مش لا لا انا معاك انا معاك، مش تقليل في قدراته. ما انا هديك السؤال بشكل تاني، النهارده لو كان بدل تريزيجيه صلاح كنت هتقول كده؟ لا، بس هو ده اللي انا بكلمك فيه. فانا بقى برد عليك بطريقه مختلفه، برد عليك بقول لك ان تريزيجيه، انا من وجهه نظري، انا بكلمك وجهه نظري، ان هو كواليتي لا يقل على صلاح. فبالتالي لما يكون جاي من النار زي ما بيقولوا، وتوديه المباراه ويلعب في الليفل الكبير ده، في القوه الكبيره ديت، في المعترك القوي ده، لا هيأدي وهيأدي بشكل كويس، وهيبقى عايز يثبت نفسه. وانا بقول لك هو الكواليتي بتاعه يساعده، لعيب قوي، لعيب سريع، لعيب طبعا اكيد مروج جاي جدا، لعيب تكتيكي من اعلى طراز، لعيب بيتمرن كفايه التمرين في الدوري الانجليزي. صح، كفايه ان هو لعيب بيتمرن في الدوري الانجليزي. هو النني معلش يقول لك النني ما بيلعبش في ارسنال، مش بيتقال لك كده كتير؟ ليه النني بيجي هنا بيبقى افضل لعيب في مصر او بيبقى من افضل اللعيبه في المنتخب؟ ليه؟ بيتمرن في انجلترا. صح، يعني اللي هو ام الكوره كلها في العالم هي انجلترا. كفايه ان هو بيتمرن مع اللعيبه دي، كفايه اللي هو لما بيجي النهارده مثلا بيتعمل عليه كونتر اتاك، بيتعمل كونتر اتاك عليه من ليفربول، بيتعمل كونتر اتاك عليه من لا تشيلسي. مش عايز ابالغ، بس التقسيمه في التدريب في انجلترا اكيد اقوى. لا هي مش مبالغه، هو اقوى من اي دوري في العالم على فكره. هو مش قصه مش في مصر ولا في افريقيا. صح، لا صح، اي دوري في العالم، حتى الدوريات الاوروبيه. صح، حتى الدوريات الاوروبيه الكبرى. صح، يعني مع احترامي، يعني التقسيمه في يعني اللي هو الدوري الدرجه الثانيه في انجلترا اقوى من الدوري الالماني مثلا.